هو ايه الفيلم اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده؟ فيلم فيري فيري رومانتك يا بيبي. هيتحول حالا لفيلم اكشن. يا رومانتك. بوسها بوسها بوسها. انتوا انا مش فاهم يا ماما ايه وعندنا في العيله ايه حكايه ان حد يقعد على رجل حد لما يتخض ده يعني؟ بقول لك ايه عادي قول لبنتك كده عيب عيب قوي. والله ما انا يا ماما والله ما انا. مفيش غيرك اللي عملت كده. مش هي مش هي مش هي نزلي ايدي. امال مين؟ مش هي انا اللي رميت صاروخ. جامي يا عادل بوركو تشوفي كان شوزكم ذا وانت ايه تقعدي على رجلي تبيتها في حصان بالمنظر دوت؟ انت ليه بتعملي تخفيفات كده يا عادل؟ انا كنت بهزر معاكم يا جماعه. كل ما في الموضوع ان انا خلاص نويت اشتغل تاجر في البومب والصواريخ وبعد كده هبقى ايه بقى جامد جدا في الاسلحه التانية. بومب؟ هتبيع بومب يا عادل على اخر الزمن؟ طب يا اخويا ما تعمل نصبة خشب بقى وتنفخ شوية بلالين وتلبس لك جلابية مقلمة وتسرح في المولد. طول عمر كلامك زي الرصاص يا سناء. لعلمك بقى اصلا تجارة البومب والصواريخ محرمة دوليا، وعشان تبقى فاهم لو عملت كده ممكن يقبضوا عليك في مجالس امن الدول كلها ويدخلوك السجن علشان ده غلط. مجالس امن ايه رانيا؟ هي اسلحة دمار شامل. ده بومب يا حبيبي. برافو يا بابا، عشان في العيد ابقى اشتري منك بومب ببلاش. اشتري مني بومب ببلاش. عموما يا ستي في العيد هديكي بدل العيدية شوية بومب وصواريخ. وانت بقى جبت الفلوس اسم الله منين بقى اللي هتعمل بيها المشروع بتاعك ده؟ المشروع خلص خلاص يا ماما، وانا نويت ان انا ابتدي باذن الله، ومعايا بقى المعلم تيتي دفع مبلغ محترم وهبدا بدايه قويه. بابا ما كنتش في معاك صاروخ؟ صاروخ مش عارف معايا ولا معيش. ايه ده؟ ايه يا علي؟ ايه الصاروخ لا يزال في جيبي. يلا يلا هيمة يلا يلا ميزو طلعوا الخضار ده كله من هنا اهو عشان نخزن الذخيرة. يلا ايه ده يعني ننقل الخضار ده كله؟ ايوه يا ابني انقل الخضار ده كله، بقولك اخزن ان هو مكان الخضار الذخيرة. يلا اتكلوا على الله. طب والبصل ده هنسيبه ولا نشيله؟ البصل ده بالذات سيبهولي لان البصل يعتبر قنابل مسيلة للدموع. يلا ها دول احنا كده دخلنا في الجد، ناوي تعمل ايه؟ ما تقلقش عيب، انا مختار لك احسن اتنين عندي هيشتغلوا في عمليه تسويق الذخيره. انت تشغلني؟ هو في عندك غيرهم؟ طب ما دام انت عارف سايبني اكدب ليه تيتي، ما تحترم نفسك يا عم. كله تمام يا استاذ دوله، الخضار كله هيتنقل للمطعم والحمد لله ما فيش ولا زبون في المطعم. اه طبعا انت فرحان ان ما فيش ولا زبون، بتموت في خرابها وانت انا بتاكل الشغل. ياض انا عايز مصلحتك يا استاذ دوله، مش احسن ما تبوظ من ركنه؟ وبعدين لو سبناها هتبوظ من ركنه. يا سلام يا سلام. المهم انا عايز كله يتنقل ما عدا البصل، فاهمين؟ حاضر يا استاذ. طب والكراتين دي هنعمل بيها ايه؟ الكراتين دي هاتها لي بقى عشان نفتحها ونشوف هنعمل فيها ايه. هات لي كراتين حطها هنا عند رجل تيتي. ايوه عشان لو فرقعت فرقع فيه. ايه ده ايه ده ايه ده يا استاذ دوله ايه ده؟ هنعمل ايه بالبومب اللي جوه ده؟ البومب ده هنحطه على السلطه بس تقطعه كويس وانت بتفق. ايه ده هنعمل بيه ايه؟ هتسوقه يالا كل الذخيره والبومب والحاجات دي انت والواد هيما. ايش طب بص بقى يا استاذ دوله، احسن مكان نبيع بقى فيه الحاجات دي هو سوق السلاح. لا احسن مكان بقى نبيع فيه الحاجات دي سوق السلاح. ربما الواد ده عبيط صح؟ لا مش عبيط ولا حاجه، هو ده يعتبر البرينتر بتاع المحل، يعني على طول بيعيد الكلام بعيد كده، ما تشغلش دماغك انت بيه على طول كاسفنا كده. ايه ده ايه ده؟ طب والصواريخ دي بقى هنبيعها فين؟ دي بقى ما تبيعهاش في سوق السلاح لسبب بسيط جدا، ان الصاروخ ده عباره عن ايه؟ الراس بتاعته حمراء، فده هتتسوقه ان شاء الله في الزاويه الحمراء. اشمعنى يعني الزاويه الحمراء؟ اهو البوز بتاعه احمر وهو بيمشي بزاويه وهو طيب. فاهم يا دي؟ امال ايه يا ابني فاهم كل حاجه. شاف الصاروخ الازرق ده هنوديه فين؟ فين؟ هنوديه الزاويه الزرقاء. هو في زاويه زرقاء؟ الصاروخ عادي.